الصوت إلى الصوت مع إذاعة رأس الخيمة FM. أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء، ينطلق بحفظ الله ورعايته شوطنا الأول، الشوط الأول يا عرب غير، نعم إنه غير، شوط الكاس، شوط الحساس، الشوط اللي يجمع أبناء القبائل وشعارات متميزة أتت من كل حدب وصوب للمشاركة في هذه الأشواط الجميلة ضمن مهرجان السوان، المهرجان المميز في ميدان التقلية. وهنا الكاس، جائزة هذا الشوط للمركز الأول، كاس جميل مميز يحظى به صاحب الناموس وبقية المراكز، جوائز نقدية قيمة، المسافة 4 كيلومترات، السن للحجايج. نعود إلى المقدمة ونسير إلى المركز الأول، المركز الأول هنا سبحة أو سمحة لسعيد بن سهيل بالذويب العامري. يا مرحبا يا بالذويب، هل العين هل دار الزين. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، وأرى هنا عزايم معزمة على الكاس، سيف الراشد بن سعيد الشامسي خذت المركز الثاني. ننتقل مباشرة يا بن علي إلى المركز الثالث، وأرى هنا الواصلة واصلة لمحمد بن راشد بن محمد الزقيب المري. النقلة التالية على المركز الرابع أصبح من نصيب الدرعية لراشد بن علي بن سيف بن علي الخاطري. النقلة التالية على المركز الخامس، وأرى هنا إنجاز لمبارك بن مظفر بن محمد العامري. النقلة التالية على المركز السادس في هذه اللحظات، المركز السادس الشاهينية للدكتور سعيد سالم بن علي الشيخ خذت المركز السادس. المركز السابع هنا زهان لمحمد بن خلفان الخصوني نجتبي. المركز الثامن اللي وصلت في هذه اللحظات، هنا نشوف هنا مياسة العود إذا سارت في مقدمة الشوط بغني لها، المملوكة لمحمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي ممثل الوثبة الدايم مع هذا الشعار. المركز التاسع أصبح من نصيب أوزان لمحمد بن خويتم بن بخيت بن خويتم العامري. هذه تقريبا النتيجة أيها الإخوة، وهنا الكاس الذي يحمل اسم رجل غالي على قلوبنا جميعا، اسم سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه من كل شر وكل مكروه. هذه اللي في مقدمة الشوط اللي انفردت بالكاس، كاس رئيس الدولة. هذا الشرف الكبير مع سبحة ولا سمحة، أنا أقول سمحة، والله يسمح دروبك يا سمحة لسعيد بن سهيل سمحة. نعم يا بالذويب يا سلام، سهيل بن سعيد بالذويب العامري في مقدمة الشوط. وحاسب يا بالذويب وركز، كاس رئيس الدولة، أنت الآن في المقدمة، أنت 1-1، أنت 5-5، أنت على سكنة 10، أنت على سنك 10. يا سلام، هذه سمحة راحت بالكاس يا بن علي. وين الناقرة يا سلام، سجلوا هذا الحدث الكيلو المتر الأخير، وهذه سمحة، الله يسمح دروبك مع هذا الشعار الفسفوري الجميل، شعار بالذويب والزعيم العيناوي. بنقول العين بيروح السلام، والكاس بيمسي في العين في دار الزين. الله الله يا بالذويب
يا بن ذويب شو سويت ابنه، شو سويت ابنه بن ذويب؟ يا سلام، ذكرتنا بالماضي، ذكرتنا باشواط حفله واشواط الكثير من السبك. يا سلام يا سلام، سمحه سمحه وانفردت، اعذروني يا جماعه، ما اشوف ابدا وراي الا سمحه، لانها رحنا معاها افرصلت عكاسه ومذيع وسياره وخدمه كامله. هذه هي سمحه، سمحه والكاس، الكاس سمحاوي، الكاس سمحاوي، الكاس عيناوي، الكاس عيناوي، الكاس يمسي في مدينة العين في دار الزين مع بالذويب، بالذويب بالذويب سهيل بن سعيد، بالذويب العامري من السواني للعين. سلامات واسعد الله مساكم يا راعي الخروف، يا راعي الخروف. خبرنا، اعتقد انه من سلالة الخروف ولا شو؟ تهانينا تهانينا وسلام للعين، سلام عيناوي، سلام عيناوي، سلام. والكاس، كاس رئيس الدولة يذهب الى سمحة والى بالذويب والى العين. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت فيه اوزان لمحمد بن خويتم العامري. المركز الثالث وصلت فيه ايضا راهية لمانع بن يمعة بن خميس الغويس السويدي. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت فيه ايضا لمحمد بن سالم بن راشد المقعود الفلاسي. المركز الخامس خفايا لشطيط بن سعيد بن محمد الاجتبي، خذت المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة ايها الاخوة مشاهدينا الاعزاء، وكأس رئيس الدولة وشوط حماسي بالفعل. نعم حماسي، ذكرنا بالماضي. نعم سمحة ذهبت بكأس رئيس الدولة، سيدي رئيس الدولة حفظه الله ورعاه من كل شر وكل مكروه، إلى مدينة العين. والكأس عيناوي، الكأس عيناوي، تهانينا والناموس. هذه الإعادة، خمس دقائق 44 ثانية بالوفو التمام أيضا اللي هي سمحة، تهانينا والناموس. وباهتمام ودعم سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي.